حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، نعيش اليوم مع النصيحة 22 في سلسلة أهم 30 نصيحة للبدء بحفظ القرآن. اليوم أيها الأحبة، دعوني أتأمل معكم موضوع جديد نوعا ما، القرآن والسعادة. كلنا يبحث عن السعادة، نجمع المال من أجل السعادة، نبني البيوت من أجل السعادة، نحصل على الشهادات من أجل السعادة، نتزوج، نربي الأولاد، نبحث عن عمل جديد، نقوم بمشاريع. كل ما نقوم به أيها الأحبة، الإنسان يطمح دائما للسعادة، ولكن الحقيقة المال لا يحقق السعادة والنجاح لا يحققها، لأن المال والنجاح والشهرة والعقارات والسلطة لماذا لا تحقق السعادة أيها الأحبة؟ لأنها أمور زائلة. يأتي الموت ليهدم كل شيء إلا القرآن العظيم، سعادته تستمر في اللحظة الحالية ويوم الموت ويوم لقاء الله. هو في القبر، نور في القبر، القرآن هو نور لك في قبرك. أيها الأحبة، عندما تفكر بمشروع حفظ القرآن ينبغي أن تضع في رأسك هذه العقيدة، عقيدة راسخة. عندما تحفظ القرآن سوف تمتلك قوة في أسلوبك، قوة لحل المشاكل وهذا يقود للسعادة، قوة لفهم الآخرين وهذا يقودك للسعادة أيضا. بلاغة آيات القرآن، البلاغة التي تأخذها من آيات القرآن تفتح آفاق جديدة أمامك، تجعلك تدرك أشياء جديدة. سوف تصبح أكثر قدرة على التعامل مع الآخرين، تحملهم، الصبر عليهم وغير ذلك. سوف تكون في سعادة لا توصف. هذه حقائق ينبغي أن تدركها أخي الحبيب عندما تفكر بفوائد حفظ القرآن. ما الذي يمنعنا من حفظ القرآن؟ عدم تفكيرنا بفوائد هذا الكتاب العظيم. ينبغي أن تفكر أن حفظ القرآن شيء مهم جدا، له فوائد كثيرة، سيغير حياتك بالكامل. فحفظ القرآن أيها الأحبة ليس مجرد حفظ لقصيدة شعر أو أبيات أو قصة أو غير ذلك، بل إنك عندما تحفظ القرآن إنما تحدث تغييرا شاملا في نظرتك للأمور من حولك. ستتغير نظرتك للأشياء من حولك، سوف يكون سلوكك تابعا لما حفظته من القرآن. يعني عندما تسمع آية الله يأمرك فيها ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، سوف تكره الكذب بعد أن تقتنع بهذه الآية، ستكره الكذب تماما. عندما تبعد الكذب من حياتك أخي الحبيب ستشعر بسعادة كبيرة. لماذا؟ لأن الكذب دائما يسبب لك مشاكل عديدة، يسبب لك مشاكل مع الزوجة، مع الأولاد، في العمل، في البيت، في الشارع، مشاكله كثيرة، الكذب معروف. فعندما تقرر أن تحفظ هذه الآية وتطبقها، إذن أنت أصبح لديك سلوك جديد. هناك دراسة منشورة حديثا تبين أن الذي يحفظ القرآن هو أكثر الناس سعادة وبعدا عن الاكتئاب، لا يصاب بالاكتئاب. يعني الآن لدينا ملايين الناس يحفظون القرآن حول العالم، لا يوجد واحد أصيب باكتئاب مثلا وهو يحفظ القرآن. طب هذا سر ينبغي أن ندرسه.
حفظ القرآن يجعل نظامك المناعي أفضل، وهذه دراسات علمية أيضا نحن نتحدث عنها أيها الأحبة. يجعل قدرة جسدك على مقاومة الأمراض أفضل، قدرتك على تحمل الألم تصبح أعلى بكثير، لأنك عندما تتألم من مرض أو من ظلم أو من نقص معين أو من أذى معين، ألمك هذا أنت تعلم أن الله يرفعك به كثيرا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عندما تحفظ القرآن تدرك أن صبرك على أذى الآخرين هو الجهاد في سبيل الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه. طيب كيف أعبد الله كأنني أراه إذا لم أحفظ كلامه، إذا لم أتعرف على كلام هذا الإله العظيم، وإذا لم أعلم ماذا يريد مني هذا الإله سبحانه وتعالى؟ لذلك أيها الأحبة، والله حفظ القرآن يقودك إلى سعادة غامرة لا يمكن أن تأخذها إلا بحفظ القرآن والخشوع أمام هذا الكتاب العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من حفظة كتابه العظيم، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.